رح ننتقل نحن وياكم مشاهدينا مره من جديد لعند الشيف فريد يلي عم بيرافقنا اليوم اكيد ضمن رشه ملح. بونجور عن جديد. سو هلا انتقلنا للطبق الاساسي يلي هو الفيجيتيريان لازانيا او اللازانيا دون اللحمه بالخضره. في عنا تحضير اساسي اللي هو صوص البيشاميل. انا مأكد انكم سامعين بالصوص بيشاميل، بركي منكم ما بيعرفوا كيف يطبقوها. رح فاجيكم صوص بيشاميل مع تويست على طريقتي. نبلش اول شيء بالطنجره، حطينا الزبده، رجعنا نسفنا بصل، من بعد ما تنسف مثل ما لازم ضفنا فوقه طحين شوي شوي. انا حطيت طحين على ثلاث مراحل، هيدي اخر مرحله عم حطها قدامكم تنعمل ما نسميه الرو او البني، مثل ما انكم شايفين لون بني. من بعد ما حرك منيح، من بعد ما نشوف انه كلها سوا اخذت على بعضها، بنبلش ندلق من الحليب البارد. في عنا لتر حليب بارد او 4 اكواب، بدلقه مثل ما هو. نرجع ندلق الكريم فريش، في عنا 3/4 كوب او 150 ملل، ومنحركهم كلهم مع بعضهم. اكيد ما بننسى اول شيء نملح، وبعدين تنعطيها هالطعمه المميزه رح نحط جوز الطيب، رح نبرش شوي جوز الطيب، كلكم تعرفوا شو هي، دائما جوز الطيب بتعطي هالنكهه هيك المميزه لكل شيء فيه كريم فريش او حليب. دائما بستعمل صوص بيضة. نرجع منحط شوية كاري، هيدي طريقتي المميزة. منحط رشة أو رشتين حسب الرغبة، وآخر شي منحط شوية فلفل أبيض. رح نخليها تغلي. شي إنه تغلي مزبوط، يعني بدي غليان هيك حس فيه مزبوط. هنخفف النار تحتها، نخليها 6 ل 8 دقايق، بيكون صار عنا صوص بشاميل بتجنن. بيرجع عنا بعدين اللازانيا، بنصحكم دائما تغلوها على مده 10 دقائق كمان تكون معكم بعدين سهله تتحطوها تتمدوها. مثل ما نكون شايفين هلا صارت تنطوي معي، بتطعج معي، في اتحكم فيها مثل ما بدي. هيدي بالنسبه للازانيا. بيرجع عنا بعدين الخضره اللي بدنا نستعملها يلي هي الجزر، الكوسه، الباذنجان. نحط كمان بصله تنسفها اول شيء قبل ما نقلب كل الخضره مع بعضها، وبدنا نقطع هالخضره بطريقه مربعات، وهلا بيرجعوا بعدين بيصغروا معنا وقت بنكون عم نسلقهم او بالاحرى وقت بنكون عم نغليهم. بيرجع عنا البازيلا، وهلا انا برجع لكم بعد شوي تنشوف تطبيق هيدي الطبخه. مرسي لك. ثانك يو غادة. اكيد رح نرجع لعندك بعد شوي قبل ما نختم عالم الصباح. هلا بدي رحب بضيوفنا، رح بلش عن اليمين. كارينا نقاش شعبان، منسقة وحدة المتطوعين المقاصديين، لأنه اليوم أكيد ضيوفنا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. دلال حسنين، مسؤولة النشاطات والاحتفالات بجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. وزياد نبهان، كمان أهلا وسهلا فيك، مسؤول الدورات التدريبية بجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. أهلا وسهلا. ينعاد عليكم ان شاء الله رمضان كريم دائما. رح نبلش من عندك كارينا، اكيد حضرتك مسؤوله، لانه بدنا نحكي انه جمعيه المقاصد بعرف انه الكل بيعرفوها، الموضوع يلي هو المتطوعين هن جزء كثير كثير مهم بالاجمال من اي جمعيه موجوده بلبنان، وهذا الموضوع بنحسه شوي عم بيخف. الشباب معجوقين، وينن شو عم بيصير، ملهيين يمكن بشغلهم وبدراستهم اكثر. صح. اول شيء اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. نحن كجمعيه مقاصد شفنا انه هالشباب لازم نطور شخصيتهم باساليب هن بيستفيدوا منها، ومنأمن انخراطهم بالمجتمع بشكل سليم. فتأسست وحده المتطوعين باعاز من رئيس جمعيه المقاصد استاذ امين الدعوق، لا يعنى بهالشباب بتدريبهم بالبرامج اللي عم بينعطى لهم، ولا يروحوا على المجتمع بشكل يستفيدوا من هالدورات ويستفيدوا من هالبرامج والنشاطات اللي عم بياخدوها. نحن تأسسنا سنة 2001 بمناسبة السنة الدولية للتطوع، والحمد لله بأعداد متزايدة جدا إن شاء الله. كمان الشباب هو بحاجة أنه نأمن له حقوقه
بالضبط هذه النقطة يلي يس. هي مهمة انه انتم اذا جيتوا تطوعتوا مش رح تعطوا كل وقتكم 24 ساعة 100% حياتكم بعدها موجودة، دراستكم، شغلكم، جامعتكم الى اخره، وكمان عم بيقدروا انهم هيدا صح. بس يعني المفهوم كمان هو بحد ذاته العمل التطوعي اليوم انه واحد يعطي من وقته بكل هيك من جوا من قلبه. مزبوط هيدي نقطة هيدي كثير مهمة، هيدي كثير مهمة. الشاب وقت ما عم بيتطوع بيكون عنده مفهوم خاطئ للتطوع، انه انا رايح بدي ضيع وقت، بدي عم بيوصل الشاب بعد ما ياخذ هالدورات وبعد البرامج انا صرت جزء من التطوع، خدمة الآخر. وقت ما بشوف طفل عم يبتسم، عجوز عم يبتسم بعد جهد، بيشعر انه عمل مجهود كتير حلو وبتابع. وكل الشباب إنا 15 سنة بيقولوا لنا امتى بدنا ننزل، امتى بيجي رمضان حتى نشتغل، حتى يعني ضيعوا وقت. ونحن برمضان حتحكي دلال عنه اكثر، رمضان بيكون خلية نحل، ما بيوقفوا الشباب عن العطاء يعني بهذا الموضوع. والحمد لله وصلنا مع الشاب وقت عم بيروح على سوق العمل ويشتغل عم بيستفيد من خبرة التطوع. فوردتنا رسائل كتير عبر الفيسبوك والتواصل الاجتماعي بيقولوا لنا قد ايه عم بتفيدنا العمل التطوعي بدراستنا والعمل اللي احنا عم نشتغل فيه بالاخص. شخصيتهم بتتغير بتتبدل بصير هيك عندهم جرأة اكثر وتعامل مع الناس بيعيد 100%. عم تقولي لي 15 سنه، بهال 15 سنه قديش فينا نحكي عن اعداد، كيف عم بيكون كل سنه، كيف عم بيكون هل يعني طريقه التقرب من هالشباب؟ نعم، نحن اعدادنا الحمد لله على تواصل، بلشنا ب 20 شاب وصبية لأنعناهم بالعمل التطوعي، وكل سنة بفوت شباب بيظهر شباب، يعني دم جديد بحاجة للعمل التطوعي. نحن عم نحكي هلأ عم نشتغل مع 500 شاب وصبية، هيحكي زياد كمان عنهم كيفية التواصل نحن وياهم. بس نحن يعني استهدفنا ما يقارب أكثر من 3000 شاب وصبية عم بيجوا بيروحوا وعم بيروحوا على سوق العمل، عم بيسافروا، عم بيضلنا على تواصل نحن وياهم بطريقة كتير حلوة، وتخرجوا صاروا جامعات وناس عندها صار بيبي بيضلن بيدقولنا وبدهم يجوا يشتغلوا. ونحن هالسنة نحن ممثلين لبنان لجمعية دولية للتطوع، اخدينا على مدى سنتين كممثلين لإلها بلبنان يلي هي جمعية دولية للتطوع الإيافي. أوكي عظيم جدا. مركزة شو بأمريكا. شو بيعطينا شيء بلس بالنسبة للبنان؟ شو الإيجابيات بهالموضوع؟ نعم، البلس هو أنه وقت ما نكون نحن ممثلين دول وطني للجمعية الدولية منشارك بمؤتمرات الشباب، بيصير في عنا تبادل خبرات بين شباب من أمريكا من الدول اللي منتسبة لهذه الجمعية وشبابنا بلبنان بعبر المؤتمرات عبر تبادل الخبرات. وحلو كمان أنه الشاب بيشوف خبرة الآخر بالأخص الشاب اللبناني، لأنه فعلا شاب اللبناني يعني متطوع أكثر من أي دولة. خلينا نحكي لكان عن النشاطات مثل ما قالت يعني خلية نحل برمضان، بس بعرف النشاطات كمان على مدار السنة. أكيد خبرينا أكثر. رمضان بالمبدأ شهر كتير بزي بالنسبة لنا، بتعرف العالم بتحب تتحمس وبتندفع أكثر لتشارك، خصوصي أنه هو شهر العطاء وكل هالأشياء، وخصوصي كمان أنه عم بيسائب هلأ مثل ما كنا عم نحكي عم يجي أول الصيفية، سو بيكونوا الفالنتيرز مخلصين مدرسه، مخلصين الورك شوبس تاعولهم، بالضبط متحمسين انه يبلشوا هاي الابلكيشن، بتجيهم هيدي الاوبرتونيتي، يعني بيشتغلوا مع عده جمعيات، ببلشوا بيتعامل مع العالم اكثر، ببلشوا بيطبقوا نشاطاتهم، هن بيعملوا يعني بيسلموا بطريقه ما كل البلاننج، سو اكيد بيكونوا سوبرفايز، بس بيسلموا البلاننج للايفنتس، بلاننج افطارات مع الايتام، افطارات مع العجزه، مع عده ناس مختلفين يعني. وببلشوا بيشتغلوا on daily basis، يعني احنا هلا عنا من الثلاثة للجمعة every single day عم نشتغل مع جمعيات بالقرى الرمضانية بخيام الخير، بينزلوا بيشتغلوا بسوب كيتشنز، بيشوفوا العالم، يا اما بيسكبوا اكل يا اما بيروحوا بيتواصلوا مع العالم. هلا tomorrow عندهم مثلا بدهم يعملوا اكتيفيتي للاولاد اللي عم بيكونوا موجودين بالخيام، بدهم يعملوا لهم اكتيفيتي كرافتس واشياء ليسوون. عنا نحن بيسكلي الافطار الاساسي تاعنا بنعمل ون ميجر افطار لنا كوحده شؤون متطوعين، بيكون مع عاده بيكون مع ايتام. هيدي السنه اخترنا عنوان رمضان بكل الواننا، لانه احنا عازمين مش بس ايتام وناس صايمين، عازمين اولاد من كل الطوائف
ليشاركوا بهذا الافطار. سو ببلش افطارنا على 5، في اكتيفيتي، في موفي سكرينينج، في العاب. بالسنوات اللي قبل كنا يا اما نطلعهم برات بيروت ناخذهم على بارك يلعبوا، احيانا نعمل افطارنا بمحل يكون شوي جبل. هالسنه حيكون بقلب بيروت، حيكون في اكتيفيتيز قبل، بعدين بيفطروا كلهم سوا، بيحضروا الشو ديورينج الافطار، وبيحكوا كلهم مع بعض وبكونوا منوعين مع بعض، ليكون لنحس بهيدا الالوان، بحس بالالوان اللي هي موجوده بلبنان، هيدا الالوان كله اكيد. هيدا هي. وهذا شيء كثير بفيد المتطوعين هن كفولنتيرز. اول شيء هذا الاكسبوجر نحن ما دائما عندنا اياه، خصوصا انه هلا الخدمه المجتمعيه هلا بلشوا يطبقوها بالمدارس اللبنانيه، سو مش كل المدارس عندها هذا السيستم اوبليجاتوري. صحيح. هلا نحن عندنا اياه بالمقاصد الحمد لله، وليبلشوا يشوفوا اشياء اكثر من السوسايتي الصغير تاعنا. نحن بالنهايه مش كلنا سوسايتي صغير وكلنا مجموعات مختلفه، سو بشوفوا ناس يمكن ما كانوا يشوفون قبل، بيتعرفوا على الاشياء اللي فيهم يعملوها، والناس اللي بيقدروا هن يخدموها ليتر اون، وذر هلا ولا لما يكبروا. أكيد. لما يكونوا مفكرين انه كل الناس مثلهم. صحيح. It's a good opportunity لألو. لكن غير هذا العشاء شو عندنا نشاطات نحكي عنها على مدار السنة؟ مثل ما قلت على مدار السنة، على مدار السنة كل النشاطات بتجي على الأيام العالمية للأكتيفيتي. سو إذر اليوم العالمي للتطوع، الأيام العالمية للخدمة الشبابية، مثلا المولد النبوي كان عندنا بيج إيفنت، وكمان مشاركة بتكون دائما، إحنا بكون بس منا، إحنا بكون مشاركة مع عدة جمعيات بالنشاطات اللي هن عم بيسووها. هلا حتى المكتب الصحي الاجتماعي بجمعية المقاصد عم افطارات للايتام، سيدات المقاصد عم يعملوا افطار، عم بيساعدوا بتوزيع حصص غذائيه، كله هذا الشباب بيشاركوا فيه، وذر بتوضيب الحصص وذر بالتوزيع. كله هذا يعني اشي عم تنعاد واشي عم تتجدد عبر السنه. نوصل لعندك بما انه ليديز فيرست، تركناهم يحكوا. هلا بدنا وجهه نظرك اول شيء، انت انا كمان مسؤول عن هالتدريبات اللي عم بتصير، بس بدي وجهه نظرك انت لانه مرقت فيها صح؟ يعني انت كشاب تطوعت وفتت والى اخره، شو هي هيدي المرحله واليوم شو عم نعطي لهالشباب؟ هلا هي بتبلش اول شيء انه شاب متحمس بده يفوت يعمل شيء، وبعدين لما يوصل ياخذ دورات بتساعده مثل التنميه الشخصيه، الاتصال والتواصل، كيف بده يتعامل داخل مدرسته او خارج مدرسته مع مجتمع ثاني، كل هيدا بيتهيأ له ليوصل. بس يوصل لهالمرحله بضل متكمش هو بهيدا الشيء، لانه هو مرتاح، يعني عارفين هو وين وصل، كيف بدها تخدمه بعدين بمجتمعه، بشغله، بحياته، بعده مراحل. وبتبلش في عنا نحن هيكليه اتصال التواصل، يعني أوكي. يعني ما فينا كلنا نحن شخص يقدر يحكي مع هال 500 متطوع اللي عنا. اكيد نحن متقسم على 5 نوادي، كل نادي فيه عنده رئيس نادي، رئيس نادي عنده نائب رئيس، والمنشطين هن الفولونتير الباقيين. بتتقسم، نحن بصير يعني كأنا ليدر بالموضوع، بصير أنا بحكي مع رئيس النادي، هو رئيس النادي بتواصل بيني وبينه، هو اللي بتواصل مع المتطوعين وبيتمشى الشغل كليته. أكيد عظيم. شو هي أهم يعني المواضيع والهيك الدورات التنمية الشخصية؟ هيدي أهم شيء. أهم شيء اتصال التواصل. توقفوا عندها دائما. 100%. حتى عندنا دورات اسعافات اوليه، لسا محلها بشي نشاط صار شيء بيعرف يتصرف، صار اي مشكله، حوادث، كيف بدك تقدر تتصرف بوضع انت كل العالم ما قادر تفكر، كيف انت بدك تحل الحال، طلع بالحل السريع. صح. كل هيدا هولي من اهم الاشياء اللي نحن اليوم اذا في شباب عم بيحضرونا، بما انه الكل خلصوا مدارس وجامعات وهيك، ما عم تقول شو بتقلهم اذا بعد حدا ما جرب يعني هالتجربه هي اللي هي التطوع، شو بتقلهم؟ كيف جاري. بدك تدعيهم؟ 100%. كيف بدك تقنعهم؟ يلا ثلاث ثواني بدي اقلهم هيك انت ما عندك شيء، تفضل انزل عنا. نحن بهالوقت عم نشوف ارقام التليفون كمان لحتى كل اللي حابين يتواصلوا معكم، لانه هي نقطه مهمه لحتى يقدروا يكونوا موجودين بهالعمل هيدا التطوعي. نحن اليوم حبينا نشدد على هالنقطه بالتحديد، بنعرف انه الجمعيه عندها كثير نشاطات ومتفرعه كثير وبتهتم بكثير من الاشخاص، بس هلا فرصه لحتى هالشباب يعني يعبوا وقتهم بهالشيء، هيدا مفيد اكيد، ويبلشوا هيك صيفيتهم كمان باشياء مهمه. اهلا وسهلا فيكم معنا اليوم، ميرسي لكم على وجودكم معنا، وكمان مره ان شاء الله رمضان مبارك على الجميع. رح نتوقف للحظات اعلانيه قليله، اكيد من بعدها رح نرجع نتابع، فخليكم معنا. ثانك يو.